والله احنا يعني صارت الهدنة، والهدنة كانت عبارة عن نفس نشمه نتيجة المعاناة والمأساة اللي احنا عشناها في المدارس وعشناها في الطرق وعشناها، لا في مية لا في ماء لا في أكل لا في أي إشي. لكن الحمد لله رجعت على البيت، البيت هذا هي زي ما انت شايف مدمر، والبيت يعني هذا من ضمن مأساة من المآسي، معاناة من المعاناة اللي احنا برضو هنكمل المعاناة. ويعني وإذا كان الهدنة افتقرت لمصداقيتها وافتقرت للأمور الإنسانية، حيضطر الواحد إنه يرجع ياخذ هالأطفال وياخذ هالدنيا ويرجع المدارس ويعيش، وبرضه من معاناة لمعاناة. الحمد لله رب العالمين، كنا في خان يونس في المدارس، تفاجأنا امبارح إنه اليوم في هدنة، فأجينا توجهنا من خان يونس إلى خزاعة هنا، أجينا برغم ما في سيارات ولا في، أجينا ماشي على الأقدام، وصلنا هنا تفاجأنا هاي البيت قدام في كل دهيته مدينة، بيت مكون من 3 طوابق، مساحته 400 متر، بيت كامل متكامل على صورة في قمة الجمال، والحمد لله لا في مقاومين ولا في، أجينا تجاهنا زي ما أنتم، لكن برغم هذا الدمار كله، برغم كل هذا والله ما هز معنوياتنا شيء، احنا كل دهيتنا الحمد لله كشعب فلسطين شعب مجاهد، والحمد لله رب العالمين على هذا اللي صار، ما احنا يأسنين ولا احنا زعلانين على اللي صار، صار زينا زي كل الناس، في مناطق كلها دمرت دمار شامل، واحنا حاجة واحد دار دارين 10 20 100 200 في الافات. كنا حاطين امل والله، شايف معي غراض عشان نقعد الحمد لله. أنا سجن نجار، مواطنة من بلدة خزاعة، كل أمل إني أرجع على بيتي إني ألاقيه زيه وزي يعني البيوت اللي واقفة، نقدر نسكن فيه نكمل فيه 4 أيام الهدنة. إحنا بنأمل إن الهدنة تمتد لأكثر من 4 أيام، نأمل إن الحرب تنتهي، نأمل إنه كل واحد يرجع لبيته، نكفي حياة المدارس، حياة الدول، حياة مش موفر فيها كل سبل الحياة. احنا الحمد لله احنا احسن من غيرنا في بيتنا، على الاقل يعني بنشوف لنا بنصلح لنا غرفتين نقعد فيهم لعند ما تخلص يعني الحرب، ومن بعديها كل شيء بصير على ما يرام ان شاء الله.